صلي. أعطنا أيها الإله أن نسر بخدمتك دائما، فإن كمال السعادة الأبدية في تقواك وعبادتك يا مبدع كل خير. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى، قراءة من سفر الأمثال. من يجد المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها فوق اللآلئ، قلب رجلها يثق بها فلا يحتاج إلى غنيمة، تأتيه بالخير دون الشر جميع أيام حياتها، تلتمس صوفاً وكتاناً وتعمل بحذق كفيها، تلقي يديها على المكب وأناملها تمسك المغزل، تبسط كفيها إلى البائس وتمد يديها إلى المسكين. النعمة غرور والجمال باطل، والمرأة المتقية للرب هي التي تمدح. أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها في الأبواب أعمالها. كلام الرب. الشكر لله.
المزمور الردة. طوبى لمن يتقون الرب، طوبى لمن يتقون الرب، طوبى لكل من يتقي الرب، لمن يسلك سبله. إنك ستأكل من تعب يديك ويحل الرغد والرخاء لديك. طوبى لمن يتقون الرب. وتكون زوجتك مثل كرمة مثمرة في أرجاء بيتك، وبنوك مثل غرس زيتون حول مائدتك. هكذا تحل البركة على من يتقي المولى. باركك الرب من صهيون لترى نعيم أورشليم طوال أيام حياتك. طوبى لمن يتقون الرب. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة بكم أيها الإخوة أن يكتب إليكم فيها، لأنكم تعرفون حق المعرفة أن يوم الرب يأتي كالسارق في الليل. فحين يقول الناس سلام وأمان، يأخذهم الهلاك بغتة كما يأخذ المخاض الحامل بغتة، فلا يستطيعون النجاة. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في الظلمات حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة السارق، لأنكم جميعاً أبناء النور وأبناء النهار. لسنا نحن من الليل ولا من الظلمات، فلاننا نمنا كما يفعل سائر الناس، بل علينا أن نسهر ونحن صاحون. كلام الرب. الشكر لله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. يقول الرب أثبتوا فيا كما أثبتوا فيكم، فمن ثبت فيا فذاك الذي يثمر ثماراً كثيراً. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. السلام لجميعكم. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه هذا المثل: رجل أراد السفر فدعا عبيده وسلم إليهم أمواله، فأعطى أحدهم 5 وزنات والثاني 2 والآخر 1، كلا منهم على قدر طاقته، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 فربح 2. أما الذي أخذ 1 فإنه ذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فدنا الذي أخذ 5 وأدى معها 5 وقال: يا سيد، سلمت إلي 5 فإليك معها 5 ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها العبد الصالح الأمين، كنت أميناً على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. ثم دنا الذي أخذ 2 فقال: يا سيد، سلمت إلي 2 فإليك معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده:
أحسنت أيها العبد الصالح الأمين، كنت أميناً على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. ثم دنا الذي أخذ الوزنة الواحدة فقال: يا سيد، عرفتك رجلاً شديداً تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم توزع، فخفت وذهبت فدفنت وزنتك في الأرض فإليك ما لك. فأجابه سيده: أيها العبد الكسلان الجبان، عرفتني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أوزع، فكان عليك أن تضع مالي عند أصحاب المصارف، وكنت في عودتي أسترد مالي مع الفائدة، فخذوا منه الوزنة وأعطوها الذي معه الوزنات العشر، لأن كل من كان له شيء يعطى فيفيض، ومن ليس له شيء ينزع منه حتى الذي له، وذلك العبد الذي لا خير فيه ألقوه في الظلمة البرانية، فهناك البكاء وصريف الأسنان. كلام الرب. تسبيح لك أيها المسيح. الإخوة الكهنة والشمامسة، أيها المؤمنون بالرب يسوع، ومكرمو القديس شربل الذي جئنا أيضاً في هذا المساء لنطلب شفاعته، في البداية أريد أن أحيي الأب غازي خوري لتعيينه الجديد في هذه الرعية وهذا المزار، وأتمنى له كل نجاح في مهمته الجديدة في الأردن. في هذا اليوم نحن نكرم القديس شربل، أحد كبار قديسين العالم عامة والشرق المسيحي خاصة. هذا القديس صاحب الشفاعة التي لا تخيب طالبيها. ولكن قبل ما نتكلم عن القديس شربل، أريد أن أتعمق معكم في مثل الوزنات الذي سمعتموه قبل قليل، مثل جميل ورائع وتعليمي بالدرجة الأولى. يتكلم عن رجل غني جداً، اليوم بنحكي مالتي مليونير، غني جداً، سافر إلى بلد بعيد وأعطى عبيده الثلاث أمواله أو جزءاً من أمواله ليستثمروها، واعتبرهم وكأنهم أبناءه وكأنهم ورثاءه، لأن الكمية اللي أعطاها لكل عبد من العبيد الثلاثة هي كمية كبيرة جداً. أعطى الأول 5 وزنات، الثاني 2، والثالث 1، يعني أعطى لكل واحد حسب طاقته. هو رجل يقدر طاقات من يخدمون معه، وأعطى كل واحد ما يكفي حسب طاقته، وسافر ورجع بعد سفرة طويلة لكي يحاسب هؤلاء العبيد ويسألهم كم استثمروا وكم ربحوا. قبل ما ندخل في التطبيقات العملية لهذا المثل، نتكلم شوي أولاً عن صفات هذا الرجل، 2، ما معنى الوزنة، شو كميتها، قيمتها بالمال، وثالثاً كيف نطبق هذا المثل
على حياتنا. ففي النهاية نحن المستهدفون من خلال رواية هذا المثل. فنحن العبيد أو الأبناء الذين سنحاسب يوماً ما عن الوزنات التي حصلنا عليها. ما هي قيمة الوزنة؟ يقال إن الوزنة في ذلك الزمان كانت تساوي 6000 يوم عمل. فالرجل اللي أخذ 5 وزنات كأنه أخذ مال بقيمة 20 سنة عمل، 20 سنة من العمل المستمر. باختصار هي كمية كبيرة من المال، لنفترض أنها 1,000,000 دينار، مبلغ كبير اليوم بالنسبة لنا. فيش واحد بظن مليونير فيكو، وإذا فيه مبروك. أعطى للأول 1,000,000 دينار، بلاش نحكي عن الوزنات، نحكي عن المصاري منحس فيها أكثر، لأنه 5 قليل، 1,000,000 كثير، معناها نفس القيمة. إذا الثاني اللي أخذ 3 وزنات أخذ 600,000 دينار للاستثمار، والأخير اللي أخذ وزنة واحدة أخذ برضو 300,000 دينار، مش عطلات لمشروع نقوم فيه اليوم. 300,000 مبلغ مش بطال. ما هي صفات الرجل؟ هذا رجل كريم جدا، لأنه أعطى عبيده مبلغ كبير من المال. هو يخاطر بأمواله لأنه ممكن يخسر هؤلاء العبيد، وإذا يفقد ماله. هو رجل غني، لكن رجل يحترم عبيده ويثق بهم ويعاملهم معاملة الأبناء وكأنهم ورثة. نعم، علاقة الثقة بين السيد والخدام تلفت الانتباه. عادة في الحياة اليومية هذا الحكي ما بيصير، لكن على مستوى التطبيق بيصير، وسنبدأ الآن بالتطبيق. هذا السيد الغني الذي وزع المواهب وسافر هو صورة عن السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء. تركنا على الأرض مع وزنات كثيرة، وطلب منا أن نستثمرها وأن نثمر أعمالاً صالحة وقداسة، لأن الغصن الذي لا يثمر يقطع ويلقى في النار. يسوع يريدنا أن نستثمر الهبات الروحية التي أعطانا إياها قبل قيامته، وسوف يحاسبنا عليها يوم رجوعه، يوم الدينونة. إذن تطبيق المثل على السيد المسيح وعلينا، هذا تطبيق نحن في صدده. ما هي الوزنات التي وهبنا إياها السيد المسيح؟ بدون أن نستثني الوزنات والمواهب الطبيعية مثل الذكاء، مثل الحواس الخمسة، مثل الإرادة، مثل المواهب المتنوعة التي خصنا الله بها، كلنا من ناحية موهوبون في شيء ما ومميزون في شيء ما. الذكاء، الإرادة، الحواس الخمسة، المواهب الفنية. لكن يسوع ما بيتكلم بشكل مميز عن المواهب الطبيعية، وبيتكلم عن المواهب الروحية التي أعطينا إياها، وهذه المواهب لا تثمن بثمن. ما هي هذه المواهب التي أعطينا إياها؟ الفضائل الإلهية من إيمان ورجاء ومحبة، الفضائل الأدبية المفاضة فينا يوم العماد، مواهب الروح القدس 7، الأسرار 7، وأكبر موهبتين وزنتين أعطانا إياهما الرب هما
الإنجيل المقدس والقربان الأقدس، وزنتان كبيرتان لا تثمنان بثمن. غادرنا يسوع إلى السماء وطلب منا أن نستثمر هذه المواهب الروحية لكي نعطي ثمراً، وخصوصاً ثمر القداسة. قال القديس شربل إن أهم وأعظم آية تركها لنا الرب هي القربان الأقدس. لو بدا الآية وضعنا وزنة لانطبق المثل بشكل جيد. أهم وأعظم وزنة أعطانا إياها الرب هي القربان الأقدس، هي مصدر قوة. كل مرة نتناول القربان نحن نتحد بأكبر كنز، نتحد بالسيد المسيح معطي الوزنات. من هو الأهم، المهدي أم الهدية، المعطي أم العطية؟ بدون شك المعطي أهم من العطية، والواهب أهم من الموهبة. لذلك نحن في القربان الأقدس نقبل واهب ومصدر كل العطايا. ماذا نثمر؟ نثمر ثمار القداسة. القداسة قال القديس شربل هي نعمة وإرادة. النعمة من الله والإرادة منكم. كما ترون وتسمعون القديسون فهموا مثل الوزنات وطبقوه في حياتهم. كيف نلخص هذا المثل على حياتنا؟ الرب يسوع بقيامته وصعوده إلى السماء أوكل إلينا كل المواهب الروحية الثمينة المذكورة، وأعلمنا أنه سيأتي لكي يحاسبنا على الثمار. كيف استثمرنا هذه المواهب؟ لكن هنالك فرق بين المثل والتطبيق، طبعاً لصالحنا نحن. حسب المثل، السيد سافر إلى بلد بعيد وترك عبيده وحدهم، تركهم في المخاطرة والمجازفة. لكن على مستوى التطبيق، السيد المسيح رغم أنه صعد إلى السماء لكنه يبقى معنا، يبقى معنا من خلال مواهب الروح القدس، من خلال القربان، من خلال الإنجيل. لذلك عندما نستثمر هذه المواهب نحن نستثمر معه، فالمجازفة تصبح صفراً لأنه هو الذي يستثمر معنا وفينا. إخوتي وأخواتي، بالإضافة إلى المواهب الروحية السابقة هنالك أيضاً موهبة الشفاعة، شفاعة القديسين. هي وزنة أيضاً تعطى لنا، بإمكاننا استثمارها. لماذا لا نلجأ إلى القديسين يومياً لكي نطلب مساعدتهم؟ فهم في السماء، ولكن فكرهم وقلبهم وشعورهم هو معنا. هم يصلون لنا ويتشفعون من أجلنا وينالون لنا المواهب التي نطلبها. فلا خزي للمتوكلين على الرب، ولا فشل للذين يطلبون شفاعة القديسين وعلى رأسهم أمنا السماوية مريم العذراء. في النهاية أتمنى لنا جميعاً يوم ساعة الدينونة أن نسمع الرب يسوع يقول لنا: أيها العبد الصالح الأمين، كنت أميناً على القليل، سوف أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله،
نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. أيها الإخوة الأحباء، يسوع بحكاية الوزنات يتحدث إلينا عن ملكوت الله وعن ضرورة اكتساب هذا الملكوت بكل ثمن. لذلك نصلي من أجل أن يرينا الرب وزنتنا من الإنجيل ويؤتينا حرصاً عليها وشغفاً بالمتاجرة بها، وأن يجعلنا بها في يوم الدين من عباده المقربين. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تعلم الناس أن يبذلوا في سبيل الإنجيل ما ملكوا من المواهب والوزنات، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل الذين لا يقرؤون الإنجيل المقدس ولا يتبعون تعليمه، لكي يعتبروه كتاب حياة ونوراً في الظلمات، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن لا يدفن الناس الوزنات التي نالوها من صحة وذكاء وعلم وخبرة ومواهب فريدة، بل يستثمرونها لمجد الله وخير القريب، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي يحرصوا على الأمانة لوصايا الله والكنيسة ويسعوا إلى القداسة على مثال القديس شربل، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وتشفع للجميع في احتياجاتهم، ولا سيما لمرضانا فتشفيهم، ولموتانا فتتفقدهم وترافقهم إلى حيث النور والراحة والسلام، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب الإله مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. آمين. الذي تقدمه الكنيسة هو أتعاب وجهد أيدينا، اقبله يا رب وبارك. هلم نرنم للرب خبز الحياة والخلاص. خمرنا التي تقدمها الكنيسة تزين تربة تلالنا الخصبة، اقبلها يا رب وبارك. هلم نقدم للرب خبز الحياة والخلاص. أفراحنا أحزاننا أتعابنا آمالنا، مع الخبز والخمر نهديك يا الله، اقبلها يا رب وبارك. هلم
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب ذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير كنيستك في السماء. ها هي الذبيحة التي نقربها أمام عينيك يا ذا الجلال، فلتفض علينا نعمة العبادة والتقوى ولتنلنا الحياة الأبدية السعيدة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك مجيد في القديسين، تكلل هباتك عندما تكلل استحقاقاتهم، وإنك لا تجعل لنا من سيرتهم قدوة ومثالا، ومن اتحادنا بهم شركة، ومن شفاعتهم سندا وحماية. فإذا ما أحاط بنا هذا الجمع الغفير من الشهود جرينا مثلهم بعزم في ميدان التجربة، ونلنا معهم إكليل مجد لا يذوي بالمسيح ربنا. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع جمهور القديسين العديد لك يا رب نسبح بنشيد المجد هاتفين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا
إلى جسد ودم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغهم كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا ويليام وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع الرسل الإطهار ومار شربل وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في
جميع الشرور تعطف وامنح السلام في أيامنا اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل أولائها الواحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. ومع روحك أيضاً. تبادلوا السلام. سلام لك أبونا. سلام لك أبونا. سلام لك. هذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. إلى وليمة الحمل
نقيا نابعا سرمديا مراكب محملة حنطة السلام ترجمة
من فيضك النور إلى الكوكب الطلول الداجي. لألأت كل هضبة فوق لبنان تصلي فافتح يا ربي باب السماء. حافظ يا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سماك كل ما دون وجهك الشم. أكيد نحن نشكر ربنا على سيدنا ويليام
يلي احتفل معنا اليوم بذكرى مار شربل من كل شهر 22 الشهر. نشكر ربنا على سيدنا، نشكر ربنا على الهدية الكبيرة يلي اجت من لبنان وجابت الخير معه أبونا حبيب قلبنا المسنيير غازي الخوري أكيد. ومنشكر ربنا على إذاعة صوت الكنيسة ونور سات الأردن على تغطيتهم كل الاحتفالات يلي بتقيمها الكنيسة في كل الأردن. نحن منشكر الله على هالنعمة، وأكيد منشكر ربنا على حضوركم، على حبكم لربنا من خلال مار شربل هالقديس يلي يستخطب العالم كله مثل ما قال سيدنا بالعظة. وأكيد هالمار شربل هو علامة وإشارة لإلنا بتدلنا على الطريق نحو يسوع المسيح، هو هدفنا الأول والأخير، له المجد إلى الأبد. الله يقدسكم يا رب. لنصلي. تناولنا عطاء السر المقدس فنبتهل إليك أيها الإله ربنا في ثقة وتواضع كي ننمو في فضيلة المحبة بفضل هذا السر الذي أوصانا المسيح بإقامته ذكراً له، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. قبل ما ينتهي القداس كمان بدي أشكر الدعوة اللي وجهت إلي من طرف هذه الرعية، من طرف أبونا سامر، كي أشارك معكم في قداس هذا المساء. كان فرصة روحية بامتياز حتى نصلي مع بعض، نمجد ربنا مع بعض، ونطلب مع بعض شفاعة القديس شربل. أتمنى لهذا المزار الازدهار يكون دائماً نقطة جاذبة لكل من يريد أن يطلب شفاعة القديس شربل. الرب معكم ومع روحك أيضا. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس شربل شفيع هذا المزار، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح، الشكر لله.